اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ اهلا تسلم. ازيك النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك كابتن بلال؟ الله يخليك. ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله. ايضا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. منور استاذ محمد ابو علي. مشرف ومنور. ازيك حبيبي كابتن اسلام؟ منور الدنيا وكل ضيوف حضرتك الكرام. طيب هبدا بكلمات لرثاء العمري فاروق. طبعا الله يرحمه شخصية جميلة ومحبوبة من الناس كلها، والدليل على كده طبعا يعني العزا امبارح. أنا عمري في حياتي ما شفت كم الناس اللي موجودة في عزا. يعني القرآن ما بيلحقش، الراجل ما بيلحقش يقول حاجة على طول عشان الناس طبعا تطلع تدي فرصة للناس اللي بعدها تخش. كم ناس غير عادي في كل مجالات، مش في الرياضه الحقيقه بس حقيقي. يعني فنانين طبعا وقبلهم سياسيين وقيادات البلد. ناس جايه بحب، يعني ناس جايه بحب تعزي طبعا اسرته. الله يرحمه شخصيه جميله، ويا رب يكون مثواه الجنه ان شاء الله باذن الله. وده اللي اقدر اقوله الحقيقه. يعني بليل. البقاء لله طبعا، يعني في وفاة معالي الوزير يعني العمري فاروق. أنا عاشرته الحقيقة عن قرب مدة لا بأس بيها. يعني الحقيقة راجل يعني من الناس المحترمة جدا، من الناس المهذبة جدا. تسمع عمرك ما كنت تسمع عنه أنه هو بيشتم حد أو يتلفظ لفظ خارج على الإطلاق، حتى لو بهزار. خدوم جدا، جدع جدا. كم الدعوات اللي تلقاها او الناس دعت له بيها، ربنا ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناته باذن الله تعالى. ويا رب يجعل مثواه الجنه ويصبر اهله وعيلته واولاده واخواته. يعني ربنا يصبرهم يا رب على فراقه، لانه كان شخصيه جميله وشخصيه عظيمه وشخصيه نافعه للاهل والنفس والمجتمع. استاذ جمال. طبعا البقاء لله. ويعني احنا يمكن شفنا زي ما الكباتن قالوا امبارح العزاء فعلا كان مظاهرة في حب العمري فاروق. الراجل يعني من جميع المجالات وجميع التخصصات، قيادات سياسية ورياضيين من كل الأندية، يعني مش نادي واحد، وحتى ألعاب أخرى الناس كلها مرتبطة بأنه هو تيجي عشان تعزي أسرة النادي الأهلي في هذا الفقيد الكبير. والحقيقه ما بنسبه نادي الزمالك بالكامل الحقيقه كله كلهم الحقيقه، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي والمجموعه الاخرى معاه الاعضاء المجلس. فطبعا ده ان كان يدل على شيء فيدل على حبهم للراحل العظيم. والحقيقه برضو انا يمكن اعرف الوزير العمري فاروق من ايام ما كان مرشح لمجلس اداره الاهلي تحت السن، يعني تحت ال 30، عشان احنا عواجيز شويه. بس فعلا حضرت وهو طريقه تفكيره ايه، وكان مجهز مشروع كده الالكتروني. ايوه بالظبط، بالحاجه الوظيفيه خاصه بالموظفين وده كله اثاره بانت بقى على مدى ارتباطه بالناس وحبه. وكمان هو حبه للنادي الاهلي خلاه على طول له خط واحد، هو خدمه النادي الاهلي واعضائه وجماهيره. يعني حتى لما كان وزير الرياضة أقدر أقول إنه هو شخص، وده شيء يعني نادر إنك تلاقيه، ما بيتغيرش. يعني المناصب ما بتغيرش مثل هذه النوعية من الأشخاص، عشان كده الناس كلها حبته وارتبطت بيه. يعني أستاذ محمد، طبعا البقاء لله، وبنعزي بنعزي نفسينا وبنعزي أسرة الوزير العمري فاروق. مظاهرة حب امبارح كابتن إسلام، بتقف في الطابور عشان تخش تعزي باكتر من نص ساعه بس عشان توصل لمكان العزاء. زي ما كابتن حشيش بيقول، المقرئ بيقول ايتين ثلاثه وبيختم عشان كميه الناس اللي موجوده. تمثيل على اعلى مستوى من الدوله، وفنانين رياضيين في مختلف الالعاب. فامبارح يعني تاكيد على ان الراجل ده رحمه الله عليه اخلص للنادي الاهلي واخلص لبلده، فعشقه الجميع. وده يا سبحان الله، يعني كان فيما معنى الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة وأثنى عليها الجميع قال وجبت. فلما الناس كلها تثني على حد، وسبحان الله يعني الراجل في أواخر أيامه بيروح يعمل عمرة مع فريق النادي الأهلي، بعد كده المرض 80 يوم بيمر بمرحلة صعبة جدا، كل ده أكيد بيؤجر عليه. فيعني
يعني يعني ربنا يرحمه ان شاء الله باذن الله ويكون في الجنه، وربنا يا رب يجمعنا بيه باذن الله في الجنه على خير. وهيظل دائما علامه كبيره جدا وواحد من اساطير النادي الاهلي في اداره النادي الاهلي الحقيقه، زي ما شفنا دائما العمري فاروق واحد من الناس اللي كل الناس بتحبها زي ما حضراتكم سامعين. يعني ربنا يجعل كل الدعاء اللي حصل له خلال الفتره اللي فاتت بالكامل يا رب يجعله من نصيبه، ده اللي هنقدر نقوله. هيظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. بالمناسبه من الحاجات اللي وانا امبارح بعد ما بالليل بعد ما روحت وانا قاعد بفكر، قلت كنت اتمنى ان هو يكون موجود عشان يشوف العزاء بتاعه. والله يعني من الحاجات اللي الواحد برضه يعني وانا قاعد بفكر كده قلت يا سلام لو الواحد يعني يبقى حتى بيبص او بيطل. هو طبعا باصص ولكن طبعا يعني كمان اسلام الناس كانت مصره حقيقي. انها يعني في ناس ما كانتش عارفه تركن عربياتها عشان حقيقي تخش حقيقي. وبعدين في ناس جت في الجنازه واصرت انها تيجي كمان في العزاء بعدها بيومين. صح. يعني مش مجرد بس ان هو لا جاي لا. يعني خلاص في بعض الاوقات ناس بتروح الجنازه ما بتروحش خلاص العزاء، انما الناس اللي راحت فعلا الناس جت تاني. هي دي على فكره من اعماله هو شخصيا طبعا. يعني الناس بتحاول انها تعبر عن حبها صحيح. لهذه الشخصيه الرائعه، و يا رب ان شاء الله باذن الله يكون في مكان افضل باذن الله. يعني لازم ان شاء الله يكون في مكان افضل. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. طيب انا بدات الحلقه النهارده بعد قراءه الفاتحه للوزير العمري فاروق، بدات الحلقه بشيء مختلف شويه. انا قارنت ما بين ما يحدث في كره اليد خلاص عشان كده ابو علي هيقدر يكلمنا كتير عن كره اليد. انا عجبني جدا الربط ده يا كابتن. نعم عجبني جدا الربط ده. وهقول لحضرتك معلومه، انا اسف لو قاطعتك، يعني لو حد واخد باله من كره اليد حاجه صغيره بس يعني قبل ما حضرتك تطلع على اسئله على الكباتن والاستاذ جمال، الدكتور بتاع منتخب كره اليد الدكتور محمد شوقي اللي هو ناس كتير بتشوفه واقف جنب الجهاز الفني شعره ومنكوش ده بالظبط، كان طبيب او الدكتور بتاع فريق برشلونه. اوكي. وكان دكتور منتخب قطر في بطوله كاس العالم اللي خدوا فيها المركز الثاني. اوكي. ده التفكير. فحتى الانتقاء يا كابتن اسلام في كره اليد، يعني مصر مليانه كوادر في منتهى العظمه. حقيقي. بس مين ينتقي؟ صحيح. يعني حتى الدكتور الراجل بيأهل اللعيبه على اعلى مستوى، مش بيعالج بس. طبعا. ده عنده كمان يعني شغله التأهيل والكلام ده على اعلى مستوى. طبيب لجأ اليه واحد من افضل انديه العالم في الهاندبول فريق برشلونه. لجأ اليه المنتخب القطري في بطوله هي الاقوى بالنسبه له في تاريخه خد فيها مركز تاني. فاللي عايز اقوله يا كابتن اسلام هنا الفكر بتاع اتحاد كره اليد ودور دور الدكتور حسن مصطفى في مساعده وتطوير اللعبه. صحيح. ولو قارنا الناحيه الثانيه ولو قارنا الناحيه الثانيه يعني انا ما هي دي النقطه بقى. انا كابتن بص انا مش طالع حلقه علشان اقول ايه والله يا جمال علام ده فاشل ومش عارف خالد درندلي ده فاشل ولا كلهم ناس واصدقائنا واصدقائكم كلهم حبايبنا واخواتنا وكل حاجه، ولكن انت هنا حضرتك بتتكلم عن بلدك طبعا. ما تتكلمش عن حاجه ثانيه. بنتكلم عن اخفاق، ولكن انا عايز اقول احنا عندنا اخفاق وعندنا 1 2 3 4، ولكن ما هي طرق الحل وهي الاهم. صح. مش هبدا الحلقه وهسيب ان طرق الحل في اخر 3 ثواني في الحلقه. لا. كل واحد يقول كلمتين ولا كيف الاجنه، لكن الاساس بالنسبه لي طرق الحل. كلهم اساتذتنا وكلهم اخواتنا وكلهم كل حاجه. كويس ان احنا ابتدينا من النقطه دي من النهايه، لان احنا لو فضلنا بالشكل ده ان احنا يبقى هو الحل بتاعنا ان احنا نغير الاشخاص هنفضل كده على طول. يعني يجي اتحاد، انما احنا بندور على الاهم بقى من كده ان يعني لازم اللي انا ارجو ان احنا نتناقش. انا يعني مش عايز الف الضوء، لكن انا ارجو ان احنا نتناقش. يعني انا مثلا في نقطه الكابتن حشيش دي، لا ممكن تغيير الاسماء يجيب لك انه كل واحد ولا وجهه نظر. انا بشوف ان انا وانا قاعد هنا افتح النقاش للكابتن بلال يخش محمد استاذ محمد تمام. كل واحد فينا يتكلم، واحد يقول لك لا انا همشي بالدور. كل واحد وطريقته تمام. انا اقصد ان مش هو تغيير الاشخاص اللي هينجح المنظومه. التغيير مطلوب عشان الناس تيجي، بس الناس اللي تيجي لازم عشان تنهض بكره القدم المصريه لازم يبقى في مشروع لكرة القدم المصرية. مش كل حاجة تغيير ويجي ناس. مين هيحطه يا كابتن؟ ما هو لازم الأشخاص هي اللي هتحط المشروع. ما هو النهاردة بص أنا من كلام محمد هو قال إيه؟ قال انتقينا الدكتور أو الطبيب اللي كان في يعني واحد اللي جابه في مصر. فأنت لازم هي الأشخاص هي اللي هو في الأساس. يعني كابتن محمد الأمين هو رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. كابتن محمد طبعًا
هل له يعني حاجات كتيره في كره اليد؟ ما انا ما كملتش اسلام النقطه الجزئيه دي. انت لما يكون عندك مشروع ما انت لازم تجيب الناس اللي تقدر تنفذ المشروع ده. طبعا ما هو من وجهه نظر الناس اللي الناس اللي تقدر تنفذ المشروع ده لازم يكون فيهم ناس على مستوى اداري عالي جدا جدا وخبرات اداريه، فيهم ناس فنيين جدا. انت بتتكلم على اتحاد الكوره نفسه؟ طبعا اتحاد الكوره، ما هو اتحاد الكوره المنوط بتنفيذ المشروع ده. بس اتحاد الكوره كده فاضل له 9 شهور لازم هيكملهم، ما لهاش علاقه الا لو قدموا استقالتهم، وانا عارف ان ما حدش هيقدم استقالته، يعني حازم بس هو اللي مش بيفكر، هو رايح ان هو يقدم استقالته، ولكن يعني الباقي كله لا، فبالتالي الاتحاد هيكمل. سواء اللي موجودين هيقدموا استقالتهم او هيفضلوا قاعدين او هيبقى في تغيير في شهر 8 او كده في الانتخابات اللي جايه، القصه مساله مشروع. مش عيب ان انت تشوف الناس طالما انت في اخفاقات بقى لها فتره معينه ورا بعض في اخفاقات، طب ما انت ما تشوف المشروع ده البلاد الاقل مننا ونجحت وعدتنا، خد تجربه منهم. لو ما قدرتش تاخد من بره ما تاخد من مصر هنا نفسها. في على المستوى الاداري الناس كلها شايفه ان 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 انجح منظومه رياضيه في مصر هي النادي الاهلي. شوف اساليب النادي الاهلي في الاداره عامله ازاي. لما تيجي تشوف النواحي الفنيه، شوف التجربه بتاعت اتحاد كره اليد، لسه كنا بنتكلم من شويه على كده. دكتور حسن مصطفى عمل سياسات وعمل مشروع لكره اليد المصريه، مش من الناحيه الاداريه بس، لا ده من الناحيه الفنيه، وهو عشان راجل اساسا لعيب كره يد وتدرج في المناصب كتير. طيب. فهو عارف. انا اقصد ان ايه يعني انت لازم الناحيه الاداريه مع الناحيه الفنيه، ما تجيبش ناس فنيين بس او اداريين بس. بلال، في ناس تقول لك مش لازم الرئيس الاتحاد المصري لكره القدم يكون لعيب كوره، او حد يبقى لعيب كوره في الـ في الـ في الـ في البورد نفسه، او في يعني في مجلس الاداره. هل انت مع الفكره دي، ولا انت مع فكره ان واحد يبقى ادارجي بيدير يعني مثلا كابتن سمير زاهر الله يرحمه ما لعبش، يعني انا ما اعرفش، ما لعبش كره لعب بس على مستوى لعيب في النادي الاهلي، النادي الاهلي بس لعب على فتره قصدك ما وصلش للمستوى ان هو مثلا النجم الاول سوبر ستار. لا بص انا ثاني ان هم بس لعب برده في نقطتين لقطه نفسه والنجم. انا قصدي اقول لك مش نجم كوره عالي، مش يعني مش سوبر ستار، بس خليني بس اقول بس على الجانب الاخر على الكابتن خطيب، ما هو رئيس النادي الاهلي كابتن حسن صالح. طبعا بص هقول لك على حاجه يا اسلام، معلش الاول فكره الانتقاد وعدم الانتقاد عشان دي يعني لا براحتك انت عديتها. احنا انت هنا ما بتنتقد، او انت بشكل عام ما بتنتقدش الشخص كشخص، طبعا انت بتنتقد البوزيشن بتاعه وعمله. يعني انا النهارده ده راجل عضو مجلس اداره في الاتحاد او ده رئيس الاتحاد، فانت النهارده ما بقولش هو ده شخصيته وحشه، ولا ده مش عاجبني ضحكته، ولا مش عاجبني مثلا نظراته، لا انت بتقول ده مش عاجبني طريقه ادارته. واللي يشتغل في العمل العام لابد ان هو يقبل النقد، ده امر مسلم بيه، عشان الناس بتزعل ايه؟ بتاخدها حاجه شخصيه. انت انا مفيش، احنا مفيش بينا حازم اخونا وصاحبنا وراجل لعب معانا وكل حاجه وبركاتنا في سر الموضوع، لكن انت بتنتقد البوزيشن اللي هو ماسكه، انت النهارده عملت ايه في المكانه دي؟ لكن انت حازم كشخص طبعا هو وكلاعب كوره طبعا ايه بهايل وكل حاجه، لكن احنا بنقول يا جماعه لا، انت في مكانك الاداري ده لابد ان تنتقد، انت اللي جبت الراجل مع احترامي يعني، انت اللي جيت لما تعاقدت مع الراجل قلت الراجل ده عنده مشروع، واحنا قلنا يا جماعه في كره القدم في المنتخبات مفيش حاجه اسمها مشروع في المنتخبات الكبيره. أيوة بس انت كنت من الناس يا بلال برضو اللي بتتكلم، يعني انا بتكلم عنه كويس وانت وكابتن كلنا بنتكلم عنه كويس في البدايه يعني، او في البدايه احنا بنقيم مباراه بمباراه بالظبط، وفي الاخر انت عندك تجربه بتحكم عليها سواء اذا كانت تجربه ناجحه او تجربه فاشله، لكن انت في الاساس لما تيجي تقول ايه؟ انا عندي مدير فني للمنتخب الاول بيعمل مشروع، يبقى لازم هنا نقف، يعني ايه مدير فني للمنتخب الاول بيعمل مشروع؟ هو مشروع يعني واضح يعني. ايه هو المشروع اللي هيعمله المدير الفني للمنتخب الاول؟ هياخد بطوله؟ ده مش مشروع، ده انت جايبه عشان يعمل كده اساسا، يوصل كاس عالم؟ انت جايبه عشان يعمل كده، لكن هل انت جايبه يبني للمنتخبات الصغيره ويعمل سيستم كامل من اول مثلا 2013 ولا 2008 لحد الفريق الاول اللي هو بيشرف على الكلام ده بالاضافه لمكانته كمدير فني للمنتخب الاول؟ لا انت ما عملتش كده. انت جبت واحد النهارده، انا بختار النهارده فتوح، لا بلاش فتوح النهارده عشان مصاب فاختار فلان الفلاني، فانت جايب واحد مؤقت، فما تجيش تقول لي ايه انا بعمل مشروع مع مدير فني للمنتخب الاول، يبقى انت كده بتضحك على الناس. المدير الفني مش هيعمل مشروع يا بلال ابدا. المدير الفني لا كابتن، ده الكلام اللي اتقال يا كابتن. انا فاهم، انا عشان كده انا برد عليه، يعني
مش مدير فني هو اللي هيعمل مشروع لكرة القدم. المدير الفني للاتحاد يا استاذ جمال، هي القصة يعني. القصة مش مسألة مش مسألة منتخب مصر الأول. هي القصة عشان تعمل مشروع اسمه مشروع لكرة القدم المصرية. المشروع ده بيبقى من القاعدة أساسا عشان توصل للمنتخب الكبير. بما فيها بقى إيه قصده الناشئين و طب إيه رأيك يا كابتن؟ إحنا حصل عندنا المشروع ده قبل كده من غير كلام ومن غير دوشة. أيام دوري القطاعات ومنتخبات طبعا. الناشئين والشباب والأولمبي اللي كانت تصاعديا ده زمان يا كابتن. أيوة زمان يا أستاذ كمال. أنت السنة دي أنا آسف يعني 2005 راحت البطولة بتاعت المغرب يعني وأداء هزيل. 2006 خرجت من الأدوار التمادية ما راحتش البطولة. 2003 بتلعب على ملعبك ما سجلتش هدف فيها. لا اللي أنا ففين المشروع اللي أنت بتعمله كابتن كابتن؟ إن إحنا من غير ما ندور بره على أفكار إحنا عملنا ده. ما كان في كده زمان يعني مثلا منتخب دربه شوقي غريب ومنتخب دربه حسن شحاته بدون ألقاب يعني. الكابتن حسن الرئيس جت صدفه. لا ما انا عارف اللي هو الكابتن عصام لا مش صدفه. لا والله كانوا عايزين يجيبوا سيوبو كير. انا فاكر الفتره دي بعد برادلي بعد طاردلي الكابتن عصام اصمم على الكابتن حسن. لا انا هقول حاجه انه الاثنين اللي نجحوا دول كاجهزه فنيه هما اللي وصلوا بطوله كاس عالم لو نفتكر. خدوا افريقيا وراحوا بطوله عالم. صح. حصل جمع بين الشخصين دول في جهاز واحد اللي هو جهاز المنتخب الاول اللي هو قبل 2006. صح ولا غلط؟ مظبوط. صح. يبقى اذا ده كان مشروع برضو. صح. حتى لو ما سميناهوش حتى لو ما قلناش ده مشروع حقيقي كلامك. النقطه الثانيه اسلام النقطه المهمه برضو من يدير الاتحاد؟ هل هو يبقى شخصيه بزنس مان ولا شخصيه كرويه؟ انا بشوف اتحاد الكره دي ده لعبه. مش اداره نادي بالكامل عشان تجيب مثلا مهندس ولا دكتور. ده اتحاد كره القدم اسمه اتحاد كره القدم. يعني اللي بيديره المفروض يكون لاعب كره القدم. ده طبيعي يكون بيفهم في فنيات يعني بيفهم في ادارات الكوره. راجل عنده سابقه قبل كده عارف امتى الكره ممكن يروح بيها الحته ناجحه امتى الكره ممكن تفشل الوقت الوضع الصعب ده ممكن نعمل الراي انا ليه راي الاداره واحده يعني انا عايز انا في الاتحادات لا في الانديه ممكن لان الانديه انت عندك قطاعات كتيره جدا عندك يد وسله وطايره وكوره واعضاء اجتماعيه ومداخل ومخارج وعندك انكم بيجي كتير فانت عايز تصرفه فعندك حاجات كتير جدا. انت ممكن لكن تجيب ممكن تجيب راجل اعمال لاتحاد الكوره لكن القوام الاساسي بتاع الاتحاد ده انا بتكلم يا استاذ محمد يعني راجل اعمال هيعمل ايه؟ هيصرف على الاتحاد؟ مش قصدي لا قول لي بس هيصرف على راجل اعمال هات مدير تطوير يعني هات مدير تطوير الانفاز بتاعتك لكن رئيس الاتحاد يبقى راجل كروي. انا قصدي لكن تجيب فوزي لجع مثلا في المغرب الطفره اللي بيمر بيها المغرب دي كلها لا قوته في الاتحاد الافريقي بالظبط. فالراجل الراجل اتحاد افريقي اتحاد دولي شغال بيخدم بلده بشكل قوي جدا على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات شغال بيسخر كل حاجه في امكانياته كعلاقات وكميديا شخصيه لها الاتحاد الافريقي يا كابتن حشيش متميزه لان الكره في افريقيا عموما مش في مصر بس نسبة كبيرة منها بتدار بالعلاقات الكويسة لا طيب يبقى احنا معنى كده ان احنا انا عايز اعقب يا كابتن المهم ثاني ابو ريد لا مش قصدي اسماء انا مش كابتن هو زي الفوز انا عايز اعقب بس على حاجة وليه لا يعني انا تاخد رأي بقى في الملف ده القصة عندنا يا كابتن اسلام يعني باكد الموضوع ده في كل مكان بطلع فيه كامل الاحترام لكل الاسماء اللي موجودة ناس نزيهة ونظيفة وبتشتغل وبتتعب وي وي لكن الناس دي على المستوى الاداري نجحت فيه قبل كده يعني مش هنذبهم يعني ما ايوه كلهم ولاد حلال يعني ايه على المستوى على المستوى الاداري نجحوا في ايه قبل كده هل يليق مثلا مع كامل احترامي كل الناس اللي موجوده ان انا يبقى عندي رئيس نادي مثلا النادي بتاعه في الدرجه الثانيه فينزل بيه درجه ثالثه فانا بكافئه واجيبه يمسك اتحاد الكره يبقى موجود في اتحاد الكره هل ده صح اللي بيحصل يا كابتن اسلام انا عايز اخد اصوات محافظه او الصعيد وعايز اخد اصوات وجه بحري وعايز اخد اصوات منطقه كذا وعايز فببتدي اجيب من كل مكان حد يمثلني عشان اجمع انا عايز انجح مش بفكر انا هطور ازاي في كره القدم انا لما جيت اشتغلت صح في فتره من الفترات وعملت منتخب ناشئين قوي وكان النواه بتاعته ظهرت في 2006 و2008 و2010 مع كابتن حسن شحاته وكابتن شغال غريب وحاجات كده انا بقول لك ده كان معاه حسني عبد ربه وكان معاه احمد فتحي وكان معاه احمد متعب وكان معاه جيلين ثلاثه وكان معاه محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه وكان مع الجيل ده مع السكواد القوي اللي كان موجود في النادي الاهلي مع فكر مانويل جوزيه ازاي اكسب بره زي جوه ما عنديش فكر ثقافه ان انا اطلع بره مش عارف ايه فانت ربيت عند الناس دي ان انت بدات الجيل صغير الجيل ده اشتغلت عليه صح
كبر معاك. حظنا زي ما قلت برضو وفكرة الكابتن عصام في التوقيت ده ان الكابتن حسن شحاته موجود، هو اللي كان بيدربهم، فالراجل عارف امكانيات اللعيبه دي كويس، اعتمد عليهم، ابتديت بعد كده تحصد نتاج اللي انت عملته ده. بتاخد بثلاث بطولات متتاليه في امم افريقيا، مستوى فني ده الكيرف ما بينزلش، انت بتكسب كوت ديفوار 4 بتكسب الكاميرون 4 بتكسب غانا وبتكسب كله. يعني ما بتلعبش مع فرق زي اللي احنا لعبناه مثلا في البطوله دي، اقل فنيا يعني بالظبط. فانا لو عايز بقى، في ناس بتحب البلد دي وعايزه في مجال الكوره وعايزين يطوروا فيها زي ما بيحصل في كره اليد كده، اشتغل من دلوقتي على كاس افريقيا اللي هتقام بعد 10 سنين، واقول ازاي انا اعمل منتخب يقدر يوصلني، مش مثلا فلان صاحب لعيب في المنتخب فيكلم مش عارف مين فيجيب والده يبقى ماسك منتخب مصر الناشئين فيعمل نتائج سيئه فيمشي. الكلام ده كله ده الناس دي ما بتحبش مصر كده. ما انا دلوقتي الشعب ده بيتنفس كوره، الناس بعد ماتش الكونغو انت موجود في مكان مفتوح ومعاك حوالي 500 واحد بيتفرجوا، شوف شكل الناس وهي خارجه، شتان الفارق لو انت كملت وكسبت، الناس الانطباع بتاعها عامل ازاي. يبقى انت ما بتعملش ايه، مش لعبه وحاجه مدوره الناس بتجري وراها والكلام اللي بيتقال ده، انت بتتحكم في مود وترمومتر شعب بالكامل. والريس الكوره بالنسبه له لحته لحته برضه قلناها في البدايه، اكمل بس النقطه ده كابتن، اسف معلش. فانت دورك دلوقتي ان انت تسعد الناس دي. طيب انا لازم اخطط، اخطط ازاي؟ هبتدي اشتغل مثلا على فريق 2006 او فريق بتاع كابتن وائل رياض 2005، وازاي الجيل ده اشتغل عليه من دلوقتي، او الجيل اللي هو حتى اللي هيجي بعد كده، ازاي الجيل ده صعدني كاس عالم بعد كده، ازاي الجيل ده يسيطر، زي ما السنغال عملت، زي ما المغرب عملت، زي ما كاب فيردي عملت، زي ما موريتانيا عامله. متاخر قوي يا محمد، لا يعني بتكلم بقى في احنا هنشتغل متاخر قوي، متاخر قوي، انا قصدي اللي قبله يعني انا بتكلم ده او اللي قبله او وات ايفر الجيل ايه، لكن لازم نشتغل. لكن انا دلوقتي يا كابتن بلال انا همشي الاتحاد، وانا موقفي الناس لازم تمشي بغض النظر بقى بعد 7 شهور، بعد يحصل اللي يحصل لازم يبقى في حساب. همشي روي فيتورا اللي اصلا في الاساس اختياره كان غلط لان الراجل ما عندوش اي خبرات في افريقيا. انا لازم اللي بيخطط ده وبيفكر هو مثال بمناسبه الكلام على كره اليد واللي حضرتك ضربته، انا هضرب لك مثال صغير في الاهلي عندنا. ليه مجلس اداره النادي الاهلي وكان رحمه الله عليه الوزير عامر فاروق وكابتن خطيب والناس المسؤولين عن قطاع الالعاب الاخرى في النادي الاهلي جابوا ديفيد ديفيز كره اليد في الاهلي؟ لانه كان احسن مدير فني في العالم يبني فريق، يقدر يحصد البطولات لمده 10 سنين. وده اللي ولما سالوا الدكتور حسن مصطفى اكد لهم نفس الكلام، وديفيد ديفيز حتى اسلام حسن كابتن الفريق كان سنه كبير قال ما ينفعش بعمل مشروع وطور الاهلي دلوقتي بياخد افريقيا بياخد السوبر بيكسب الزمالك في الكاس بيكسب الزمالك في الدوري الزمالك. لا النقطه برضه هنا اشتغلت صح يا كابتن اسلام، هنا فكرت صح، لكن اجيب مدير فني ما عندوش خبرات بافريقيا. هاخد برضه من كلامك ابو علي جزئيه ايه، هو كان انا بعمل مشروع برضه. استنى 10 سنين بس عشان انجح او عشان اخد كاس الامم الافريقيه؟ معلش انا ما اقصدش كده. انت شغال وبتحاول تكسب وعندك جيل كويس الامم الافريقيه 2025، وبعدين انت مش بادئ من الصفر يعني معايا يا محمد. انت مش بادئ لسه ما عندكش كوره خالص، لا المفروض الاول يبقى في محاوله لاصلاح الوضع الحالي. أيوة. باسرع ما يمكن. طيب. لان انت ما انتش بتشتغل من الفراغ، وبعدين نعمل المشروع بقى اللي انت بتقول عليه اللي هو يبقى انت دايما عندك رؤيه مستقبليه. حلو جدا. هو اصل هو المشروع اللي احنا بنتكلم عليه هو لازم يبقى مرتبط ببعضه طبعا، مش مساله 10 سنين. ما هو ال 10 سنين دي ممكن الجيل اللي موجود دلوقتي يبطل ما يبقاش موجود بعد 10 سنين. هل يجب اي حد هيجي يحكي لنا عن المشروع يعني يقول لك ايه انا بقيت رئيس الاتحاد اجي اقول لكم يا جماعه والله هطلع اتكلم في الاعلام يا جماعه انا بعد 10 سنين هعمل 1 2 3 او في خلال ال 10 سنين دول هعمل 1 2 3 ولا انت بتحتفظ بالمشروع ده في دماغك ولا لا؟ وغير كده كابتن انت خلال ال 10 سنين هل حد هيوافقك ان انت تعمل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ خلال ال 10 سنين دول هسيبك تشتغل بمزاجك مثلا او هل ولا لازم احاسبك؟ لا طبعا لازم يكون في فترات زمنيه صغيره صح. يعني مثلا الراجل اللي قالوا عليه هيعمل مشروع ده قدامه حاجتين قبل المشروع، كاس الامم الافريقيه وكاس العالم. فشل في كاس الامم الافريقيه فشل ذريع، هخليه يقعد يعمل مشاريع ايه؟ ده يروح النهارده من هناك. هتتكلم على فيتوريا؟ ايوه طبعا. وبعدين نقطه كمان، انت ازاي بتعمل عقد لمدرب 4 سنين من غير شروط جزائيه خالص؟ يعني انت بتقول شروط جزائية انا هقول لك لا انت بتقول
هو معاك لو كسب، لو انت حبيت تمشيه بعد كاس الامم الافريقيه تمشيه، بس تدفع ثلاث شهور. طب وهو يدفع ايه يعني؟ يعني معلش انا بعمل مع حضرتك يعني يعني لو ما حققش ايه؟ طب ما هو ما حققليش حاجه، هل انا بعمل له عقد كده واسيبه؟ طب هو انا سمعت اشاعه النهارده غريبه في احد القنوات ان هو فيتوريا قال لا انا بوعدكم في 2025 اللي هي قبل كاس العالم ان انا اخد كاس الامم الافريقيه، وانا هصدقك تاني يعني؟ انا هديك فرصه تاني 2025 تجرب فيا؟ تجرب فيا ايه ده انت يعني؟ ده انت مبهدلنا يا راجل. لا وبعدين حاجات عكس بعض يعني. ايوه انت حشيش يعني، حاجات كلها عكس بعض يعني. ايه يعني؟ مصر كلها قالت ياسر ابراهيم، قام جايب ياسر ابراهيم من بره خالص وحطه بره، ماشي منطقي في اول ماتش، تاني ماتش الناس كلها قالت لاعب ياسر ابراهيم، اما حاطط ياسر ابراهيم بره ومنزل علي فرج علي جبر حط احتياطي. طيب مع بعد كده استجاب للضغط، لا استجاب للضغط، ما فكرش يلعبه، استجاب للضغط اللي على السوشيال ميديا وعمل ايه؟ وقام جاي ياسر ابراهيم حط احتياطي. طب هو علي جبر كان قاعد غلط يعني؟ بص يا كابتن اسلام، غريبه جدا، هي في مشكله كانت حصلت من البدايه خالص، وكان في اخطاء كثيره جدا من البدايه. بس احنا كده في كذا اكتر من استوديو اتفقنا ان احنا شغلتنا بس ان احنا ندعم، طالما ان احنا خلاص دخلنا في الموضوع. ايوه وماتش الاولاني يا بلال وحصل اخطاء وكلنا عارفين الاخطاء نتيجه للاختيارات، وما تتكلمش فيها، ومع ذلك قلنا لا نملك غير الدعم صح لغايه ما نكمل، وكلنا من جوانا عارفين ان احنا هنطلع الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده هنطلع يعني، ما حدش عنده امل لان انت شايف الاخطاء موجوده قدامك، مش قادر تتكلم نتيجه ان احنا لا مش هتقدر. هي مش اسوء مشاركه المنتخب المصري في كل البطولات، هي مش اخطاء، ده اداء سيء للغايه. لعيبه مش موجوده في الملعب مع احترامي، تكتيك مفيش خالص على الاطلاق. ده مدرب، انت بص يا اسلام، الاربع ماتشات انت رد فعل في كل ماتش مدرب يعني، انت انت مفيش مره كده تبقى متعادل 0-0 الا الماتش الاولاني وبعدين. ده مدرب ولا انا الحقيقه مش عارف افسر الوضع يعني. هو مدرب يعني ولا لعيب؟ هو ده لو مدرب. طب اللعيبه انا كلاعب، ما احنا كنا يعني في ناس كانت بتقعد وغل يعني، فاهم؟ ماتش زي الكونغو ده اقل منك فنيا، اصل ساعات الاخطاء بتبقى اقوى من الحماس وال طبعاً. يلا ونزق ونعمل فيه حاجات مش بايديك بقى يعني. في لما يكون معاك لعيبه اساسا بعيد عن الملاعب بقى لها فتره كبيره، حتى لو اتحمست مش قادر هتقع. لا بس خد بالك يا كابتن، معلش، في مدربين شخصيتهم بتفرق مع اللعيبه. تمام وخد بالك، وشفناها شفناها مع الكونغو دي صبر. تمام، وشفنا كمان التغييره اللي حصلت في كوت ديفوار. تمام، المدير التغيير اللي حصلت وسريعا يعني، التغيير حصل في ماتش تمام في ماتش واحد. لا ده كوت ديفوار فرقه ثانيه خالص، طب فرقه ثانيه خالص مختلفه. تمام، فواضح بقى يبقى هو يبقى ده تاثير مدير فني على لعيبه وشخصيه مدير فني وفكر وتركيبه مدير فني. كابتن بلال، كاب فيردي بتلعبك ناقص سبع لعيبه بنفس طريقه اللعب، متخيل؟ سبع لعيب، التدرج بالكوره بنفس الضغط على وتجيب جول، يجيب يرد بسرعه جدا بعديها بثلاث دقايق يجيب جول التعادل. تمام، فده معناه ان الخلل عندك انت يا اسلام. ما هم خد بالك، هم دول تقريبا 70% او 80% من اللي لعبوا البطوله اللي فاتت وصلوا الفاينل. تمام، يبقى انت اللي قبليها وصلوا فاينل. لا يبقى الفرق مدير فني، الفرق مدير فني. لا قبليها خرجنا من الدور 16 من جنوب افريقيا 2019. خرجنا من هنا من الملعب، خرجنا هنا في ملعبنا، خرجنا هنا في الدور 16 من جنوب افريقيا 1-0. احنا مع كوبر مع كوبر وصلنا فاينل قدام الكاميرون. أيوة. ومع كيروش وصلنا فاينل مع السنغال. وهم تقريبا 70% من اللعيبه دي هي اللي كانت موجوده. تمام، بس اختلاف مدير فني. تمام، كمان الاجواء اللي حصلت، وان الاتحاد الكوره كمان ما يطلعش يبقى عنده قرار واضح وصريح لمحمد. خد بالك كمان لمحمد صلاح في يعني، اما تطلع تقول يا جماعه لا ده خلاص مش هينفع يتعالج هنا، فلازم تعالج بره. ودي انت قرار، انت ليه سايب هناك ليفربول يتكلموا، وليه سايب الصحافه تتكلم، وليه سايب الناس اصلا كل واحد يقول اللي على كيفه، وليه سايب بعض الناس اللي انا اسف يعني هنا في مصر يطلعوا الراجل مش وطني وخاين وعميل؟ برافو عليك. ما احنا قلنا يا جماعه، دي غلطه اتحاد كوره، غلطه اسلام صلاح ولا غلطه. وارد جدا ان لعيب نجم الفريق يصاب، اعلن ده جمال. ما احنا قلنا، ووارد جدا ان هو يتم المنطق
في الوقت ده يقول ان هو يمشي من كوت ديفوار يروح يتعلم وماله ماشي. انا بس اعلنها كانت الغلطه او يعني الفكره الوحيده في عدم مشيانه ان هو كابتن الفريق له تاثير ايجابي على كل واحد صحيح. في الفرقه وده كان واضح والله يا كابتن نفسي يعني. ماشي انا مع حضرتك بس ايه لما يكون انت عندك الاصابه هتخليه غيب فتره طويله طبعا عادي جدا ان لاعب يغادر المعسكر بس اتحاد الكره او البعثه تعلن رسميا ومن غير يا جماعه احكمنا قول يا اسلام يا اسلام عايزين ده ناس طلعت قالت لك ايه منتخب مصر هيوصل الفاينل مش عايزين صلاح لما يا جماعه ده ايوه ده الكلام ده يا جماعه حكايه ايه الكلام الناس المبتدئه في يعني كلام صلاح مين والله العظيم لو قال لك لو وصلنا فاينل نجيبه ليه صلاح رجع يجي ما يلعبش احنا عايزين ده احلام بقى يا جماعه احنا عايزين نقول بس ان اهم حاجه برده في القصه مش نواحي فنيه فقط انت لو معاك اعلى منتخب في العالم اداره وعنده النواحي الاداريه بايظه صح مش هيعمل حاجه النواحي الاداريه دي انا في رايي اهم من النواحي الفنيه صح طب ايه رايك لو اتحاد كره اليد فكره مجنونه كده هو اللي يمسك اتحاد الكوره يمسك اتحاد الكوره والله العظيم ما بهزر ايه المانع طب الفكره دي جت لي التخبط بدا من ايه اصلها اداره برضه عشان مهم جدا عايزين نعرف التخبط وعايزين نعرف الجمهور او نسال سريعا قبل الفصل حسن مصطفى انت التصريحات بعد ماتش موزمبيق يا استاذ جمال استاذ خالد الضندلي طلع هاجم اللعيبه وقال اللعيبه والمستوى والتراجع وي 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 اللعيبه زعلت زعلوا وقلبوا وشهم وبتاع مش عارف ايه رجع اتحاد الكره نشر تصريحات وتصريحات ايه ده كان مداخله مش حاجه بعد كده او فيديو بعد كده على طول اتحاد الكره نزل تصريحات لنفس الاستاذ خالد الضندلي برضه رئيس البعثه مغايره تماما للي اتقال في كلامه مع احدى القنوات على موقع اتحاد الكرة طب مصدق مين؟ طب ايه اللي حصل؟ طب سر التراجع ده سببه ايه؟ طب من الاول الكلام كان والهجوم على اللعيبه ايه؟ في حاجات غلط يا كابتن اسلام وفي طيب يعني انا بالنسبه لي انا اللي يهمني الحلول انا كل الناس عارفه الكلام اللي طبعا. احنا عمالين نتكلم فيه ونقوله وده اصله ماتش الكره فنيا انت لو انت اي حد فني او غير فني بيتفرج على الماتش شايف ان كونغو اقل بكتير فنيا من المنتخب ولكن راح تلعب غينيا الاسوا والسنغال اللي هي محظوظ عليك طلعت وعارف الدنيا كانت يعني ماشيه الدنيا ماشيه كان الناس اللي عارف تسال اقاله في البطوله بس انت مش عارف هي طيب. ماشيه بس هل انت تستحق هل احنا هل احنا هل انت تستحق انك تعدي في كام فردي كان المفروض تتغلب طبعا موزمبيق المفروض تتغلب غانا انت كنت خلاص اوريدي مغلوب المباراه اللي فاتت انت رد فعل كل مباراه انت بتلعبها انت بتخش انت رد فعل انت مستني يجي في الجول عشان تبتدي يبقى عندك حماس عايزين نقول يا جماعه عايزين نقول حاجه مهمه جدا برضو ما انا مصر عليها اي نجاح في الدنيا واي بطوله بتيجي ده نتيجه لجهد فترات كبيره جدا قبل البطوله دي صح. لو جت البطوله دي ممكن تيجي بالصدفه مش هتتكرر احنا بنتكلم على سيستم اداره فنيه واداره سيستم موجود تمشي بيه عشان لو حصل خلل معين في ماتش يبقى ده نتيجه انها لعبه في الاخر مكسب وخساره وارد فيها مكسب وخساره انا معاك يا بحشيش وساعتها بس احنا كان في جرس انذار معلش كان في جرس انذار في ماتش تونس اللي هنا في القاهره اللي انت واحد وقلنا يا جماعه مجرس مش جرس واحد ما اقصدش ده في النهايه يعني جرس انذار في ماتش تونس هنا في القاهره وقلنا يا جماعه المنتخب محتاج يتعالج فنيا تمام والمدير الفني في حاجات مش مظبوطه في اداء المنتخب المصري لازم يا راجل هو في يتم علاجها معلش صح ما هو انت بتبان لك من صح. ايه بتبان لك من الحاجات البوادر اللي فيها ينفع هل ينفع في التغييرات مثلا يعني ان انا اغير العب محمود حماد ومهند لاشين اتنين لعيبه جامدين جدا وكويسين وهايلين كل حاجه ولكن اول مره يلعبوا مع المنتخب في بطوله زي دي خصوصا مهند انزله في الدقيقه كذا في التوقيت ده وانا متاكد ان مليون في الميه ممكن جدا جدا ان احنا نروح لضربات الجزاء مليون في الميه وهو هيبقى اقل لاعب هو على فكره لم يرفض الكلام اللي بيتقال ان هو رفض والكلام ده كله لا هو ابو جبل مسك الكوره وعايز يشوط فسابه بيني وبينك ودي كلنا بنعملها كلاعيبه كوره صحيح بتحصل طبعا يعني طبعًا لو كابتن حنان اللي نمره واحد كابتن حشيش هو اللي شاف هو مسك ما بروحش اقول له هات صح فدي بتحصل لكن انا بتكلم على الضغط اللي على اللاعب نفسه اللي على الولد نفسه سواء ده ولا محمود حمادة ولا فبرضو الناحية التفكير نفسه في حاجة مش ما هو غلط إن مش مظبوط غلط اتبنى على غلط ما هو البداية أساسا فيها أخطاء من قبل ما تسافر
وزي ما بلال بيقول جرس من بدري قوي من طيب. فتره الاعداد في اخطاء معينه بس مشيت ما تعالجتش ومشيت لازم توصلنا للكلام ده واحنا كلنا كنا عارفين ان دي النهايه هتبقى موجوده هنخرج في اي لحظه وكنا ساكتين بمزاجنا زي ما ابو علي قالك ايه يعني انت لعبت بتلعب الكونغو الاقل منك فنيا هتطلع تلعب الغينيا الاقل من الكونغو فنيا لو ربنا كرمك السنغال طلع اسهل سكه كانت موجوده ربنا مش رايد لكن ربنا مش عموما مش رايد ان الموضوع يتم كده نكمل كلامنا ولكن انا اللي يهمني في الفتره القادمه الحلول ايه اللي هيحصل في الايام القادمه علشان يبقى هناك حلول لمنتخبنا الوطني في ظل هذه الظروف الصعبه جدا 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 في الايام القادمه هنطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كان عندك معلومه عايز تقولها فيما يخص انا بس كابتن سمير زاهر عشان يعني المعلومه اتقالت كابتن سمير كان بدا في دمياط بتاع حضرتك هو من دمياط في 64 وانتقل بعديها للنادي الاهلي قعد في الاهلي من 64 ل 74 او 73 ولعب منتخب مصر ولعب منتخب عسكري فهي توضيح بس عشان ايه الناس لا لا وهو كابتن سمير حاجه جميله الله يرحمه طبعا طبعا طيب انا سامع أن من الممكن يعني عندما كابتن شوبير سأل الدكتور أشرف صبحي الصبح في الراديو قال له هل من الممكن أن يعود كيروش؟ قال له كل الاحتمالات مفتوحة. يعني طب هو مشي ليه؟ ما هو ممكن يرجع طب مشي ليه؟ وليه مش هيرفي رينارد مثلا؟ راجل عمل كل حاجة في أفريقيا يعني لا هو ماسك منتخب سيدات فرنسا وهو أعلن وقال إن أنا مش ما عنديش رغبة أكمل وفاضل له شهرين حاجة زي كده وفي نفس الوقت نجح مع كل المنتخبات اللي مسك حتى زامبيا لما مسك خد بيها بطولة أمم أفريقيا وبعدين أنت مشيت له عشان خسر ولا عشان وحش؟ ما هو تفرق لا هو أنا بكلمك على إيه يا كابتن حشيش؟ احنا بنقول روي فيتوريا وخبراته في افريقيا وبتاع كيروش ماشي يعني عمل معانا شغل كويس لكن انا بتكلم على واحد زي هيرفي رينارد نجح مع زامبيا نجح مع كوت ديفوار نجح مع المغرب فيتوريا 200,000 يورو هتدي لهيرفي كام؟ هياخد نفس الفلوس ما انت كده كده بتدي لا هتاخد اكتر من كده بغض النظر كابتن باين انت بتدي له 200,000 ممكن السعودية. يوافي بالظبط لا ما احنا لو قيمناها بالسعوديه ما فيش حاجه انت ساب السعوديه وراح فرنسا وراح فرنسا الا اذا كان نفسه يدرب منتخب مصر فده حاجه ثانيه ممكن تسهل شويه هو دلوقتي الدنيا متسكنه في اغلب المنتخبات الكبيره باستثناء كوت ديفوار جابوا الراجل ده بعد الخساره من غينيا ونجح معاهم فاكيد هيكمل فانا انا شايف ان فرصه كويسه لو في حد بيفكر الراجل ده من افضل المدربين اللي عملوا انجازات مع كل المنتخبات اللي مسكها في افريقيا ليه ما يبقاش موجود؟ ليه يعني ده وجهه نظري ويقدر يشتغل معاك ويقدر يطور وبعدين هو ما فشلش مع حد عشان اقول مثلا ده وحش عنده خبرات في افريقيا كبيره جدا صحيح. مهتم حتى بطوله افريقيا جه حضرها في كوت ديفوار وكان موجود اتمنى يعني الناس تفكر بدل ما يرجع تاني يجيب كيروش وناس تنتقده وناس تقول معاه يعني تبقى حتى مرحله جديده بس خد بالك برضه ابو علي انت مش يعني هي مدير فني صح لكن برضه لعيب وكواليتي ما انت لسه قايل يا كابتن في لعيبه بتتاثر بالمدرب صح يعني حضرتك قلت بقول لك يعني طبعا مانويل مثلا مش بقولش لا على فكره انا مقتنع والمدير يعني الفني له تاثير 70 80% من اداء اللعيبه داخل مثلا داخل هو داخل المباراه عرف محمد عبد المنعم عرف الناس لعيبه كتير الحقيقه عرف الناس بمروان حمدي انت برضه انت محتاج تنفتح شويه على العالم في حته الاحتراف انت كل انت بتلعب كفيردي يا جماعه فيها 12 13 لعيب محترف هم مش محترفين هم اصلا عايشين بره يعني اتولدوا بره عايشين مع الكونغو بلاش الكونغو الكونغو مش بالضروره لازم اللعيبه بتاعتنا تلعب في باريس تبتدي في باريس سان جيرمان وبتبتدي في ارسنال ممكن يبتدي في درجه ثانيه اللعيبه افريقيا بيبتدوا كلهم كده بالطريقه دي بيبتدوا في نادي درجه ثالثه وبعدين بيروحوا نادي درجه ثانيه وبعدين بيروحوا انديه في الدوريات الممتازه في اوروبا يعني ننفتح شويه على نعمل زي بقيه التجارب كلها اللي نجحت التجارب اللي نجحت كلها اللعيبه اللي احنا بنتفرج عليها يا جماعه كونغو وغينيا وغينيا بيساو وكل الفرق دي بيبتدي في درجه ثالثه وبعدين يروح درجه ثانيه وبعدين يكمل المشوار عندك مجموعه كبيره من اللعب تجربه بتاعت البلد الفلانيه تجربه بالمناسبه المغرب مغلوبه مغلوبه من واحد ولا من جنوب افريقيا واحد ولا كام واحد بطوله مجنونه بطوله غريبه يعني انا بقول البطوله دي راح لها لنيجيريا انا بقول نيجيريا اقوى اقوى فرقه انا قلت نيجيريا قبل البطوله بجد وكلهم قالوا لي لا اصحاب البلد اللي هياخدوه او صحاب البلد انا شفت نيجيريا اقوى فرقه دفاع
طبعا منظمه جدا اقويه جدا سرعه جدا هجوميا رائعين جدا. راس حربه ملوش حل وسمين ملوش حل وسمين كان بيلعب الكاميرون ادوا درس للكاميرون امبارح درس بيلعب الكاميرون درس للكاميرون امبارح كوت ديفوار الشوط الثاني ثالث رابع ده كله كوت ديفوار مكسره. طيب نرجع تاني لكيروش نرجع تاني فطبعا كيروش عنده خبره باللعيب بالفرق المصريه واللعيبه المصريه وعينيه حلوه عليه وانت مهم جدا يبقى عندك مدير فني عينيه حلوه على اللعيب. انا مع ابو علي في هيرفي تمام لكن في حد جرب في حد جرب تمام عندك في مصر ووصل بيك لمرحله جيده مش وحش مش 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 سيئه وفي وقت قياسي طبعا وفي وقت قليل صح مظبوط وعنده خبرات كبيره جدا ومدير فني على مستوى عالي واشتغل في انديه كبيره جدا جدا في اوروبا وجي خد التجربه في مصر هنا وتجربه تكاد تكون ناجحه. اي نعم انت ما خدتش بطوله افريقيا ما صعدتش لكاس العالم بس انت برضه خرجت على ايد مين؟ خد بالك برضه انت خرجت على ايد السنغال اقوى فرقه في افريقيا. ايه متخيل انه يقبل كيروش؟ اه لا يعني لو مش هيرفي رينارد يبقى كيروش اختيار جيد لو مشوا فيتوريا اساسا طبعا. فبص يا جدعان انا حاسس ان احنا عارف فيلم الف مبروك بتاع احمد حلمي اللي هو كله بيصحى يلاقي انا حاسس ان احنا عايشين في فيلم ده هو مش هو كتير ده الحل والله كل شويه بنعيد نفس هو ده الحل لموضوع انك تجيب مدرب او ما تجيبش مدرب او لان القصه هي هي والاخطاء اللي احنا عارفينها اللي هي في الجذور بتاعت منظومه كره القدم هي واحده. ايوه هي واحده. هو دلوقتي كيف يفكر اتحاد كره القدم؟ انا دلوقتي راجل استاذ جمال علام مش لو بيفكروا هو السؤال بس بيفكر يجيب مدرب هو ليه ما حدش بيفكر يعني بيفكر يجيب مدرب لا ما حدش بيفكر يستقيل خالص. لا ما هو اللي انا عرفته ان حازم بس اللي عايز تيالي لوحده هو ده طب ليه يعني عشان هم محملينه المسؤوليه كامله عشان هو اللي كان عند اللي عقد مع فيتوريا هو المسؤول عن التعاقد هو اللي كان المسؤول وهو اللي يعني تحدى بيه الجميع يعني ما كانش راي يعني لا اصل طيب. فيتوريا مثلا مش جاي برضو ب 20000 يورو ولا 30000 يورو لا طبعا طبع. يعني لا خد بالك هو سيبك من 200000 يورو هو رقم كبير بالنسبه لدول افريقيا اللي احنا عايشين فيها تمام الدول اللي احنا عايشين معاها وبتلعب معانا بطولات افريقيا ده رقم يعني كبير جدا يعني يكاد يكون رقم مبالغ فيه يعني ماسك هو جاي من الدوري السعودي ومحقق نجاحات وكان قبل كده ماسك برضو في لشبونه يعني مدرب جيد تمام لكنه انت برضو بتقيس مدى نجاح المدربين برضو مع المنتخبات لان برضو المنتخبات ليها سيستم مختلف تماما طبعا. انت المدير الفني اللي هيجي قدامك كل يعني طول الوقت ممكن 4-5 ساعات في اليوم قدامك كل يوم فبتقدر تحكم عليه وتقدر انت تغيره وتقدر تغير في ادائه وتقدر تغير في امكانياته وتقدر تعدل في حاجات وتقدر كمان تعدل في فكره. لكن النهارده مدير فني المنتخب انت بتشوف اللعيب ممكن قبل المباراه بثلاث اربع ايام قبل البطوله باسبوع ب10 ايام الموضوع مختلف اللعيب نفسه هل ده مؤهل ولا غير مؤهل ماذا لا يستقيل يا استاذ جمال بالمناسبه الاعضاء لانه النهارده الدكتور اشرف اتكلم الدكتور اشرف الصبح اتكلم في هذا الامر قال انه كده محدش يقدر يمشي طالما مفيش حاجه ماليه يعني محدش يقدر يجي وكده كده فاضل 5-6 شهور واللي عايز ينزل الانتخابات الثانيه ينزل والله بص يعني ده يبقى هنكمل بنفس الطريقه بنفس يعني ما ننتظرش من نفس المجموعه تعمل لك حاجات جديده هيبقى في اختيار لمدير فني ما هو لغايه النهارده حتى ما اعلنوش مين يعني المدير الفني ده ماشي ولا قاعد لا ما اعلنوش لسه اكيد طيب. في اكيد في نيجوشيشنز اكيد في تفاوض مع في بس هو المفروض يجوا امتى بكره جم لا هم جم خلاص طيب المفروض يبقى في اجتماع عاجل هو ده اللي انا بص هو ده ليس معلومه يعني دي يعني انا خدتها من كام حد كده انه ان هم مفوضين حازم ايضا في اختيار مدرب جديد التفاوض لا التفاوض مع تخفيض روي فيتوريا ان هو ياخد النص الشروط الجزائيه هي برضه حكايه الشروط الجزائيه والعقود ثم يقال ان هم خدوا محتاجه اعاده نظر خدوا قرار بس بنعمل عقد بس هم خدوا قرار بايه؟ مشوا المدير الفني بتاع الكره النسائيه انا عايز اسال سؤال بس والله هو مش الطبيعي جدا بيهرجوا لا ده بلد زي مصر يا جماعه مش المفروض يبقى من ضمن الشروط الجزائيه جايين يهرجوا عند المدير الفني بلد زي مصر كده عندها تاريخ انك لو اخفقت ايوه وما وصلتش لدور محدد في البطوله الافريقيه السلام عليكم ما هو ده اللي انا قلته مش ده الطبيعي يا جماعه انت بتتفق ليه ادفع لك فلوس وانت فاشل يا كابتن انا سوري يعني 600000 دولار بص يا استاذ جمال انا ممكن اتواضع عن كل ده لو مدير الفني ده اداني اداء اداني نتائج يعني عارف انا ممكن اخسر يبقى عندي اخفاق في بطوله افريقيا لا انا برضو مش مع ان انا لا يا كابتن انا قصدي ايه انا شفت لمسه للراجل في الملعب شفت شكل خططي
شفت تطوير، شفت الماتش الراجل ده عمل تغيير قلبت لي الماتش. لكن انا شايف اكن مثلا حاجه كل ماتش نفس السيستم نفس الطريقه. يعني انا زي ما كابتن بلال احنا رد فعل وخرجت. دفاعاتنا مفتوحه طبعا عندنا طبعا مشاكل مع حجاز وعندنا مشاكل مع الراجل اللي وصل النهائي الدنيا كلها استاذ جمال اللي هو كيروش الدنيا كلها شايفه مشكله احمد حجازي والنني من اول ماتش ولا لا؟ طب راجل مصمم يا عم احنا عندنا كارثه في الدفاع دخل فينا 7 اهداف ما عندوش مشكله يا عم ده في نص ملعبنا اي حد بيعدي انت فاكر ده في ماتش غانا في واحد عمل سبرنت عدى كده ماتش غانا الجون الثاني بتاع موزمبيق الجون موزمبيق الجون الثاني طلعوا عينه عليها ده بيجري في انا فين دور دور المدير الفني ده احنا هنا في الاستوديو قلنا الكلام ده على حته المساكين من قبل البطوله اسلام 20,000 مره يا جماعه في فلان وفلان لازم فلان يلعب وبعدين طلع كابتن حشيش في المؤتمر الصحفي للسفر قال لك انا احمد سامي زي الساعه السويسريه احمد سامي في الـ4 ماتشات بره القايمه ما انت ما جاليش حاجه غريبه جدا والله صح غريبه انا بقى كابتن هنا ممكن انت عارف انك واخد معاك 5 مساكين الراجل كان ليه لمسه الراجل كان واربع حراس مرمى الراجل كان ليه لمس الراجل في شكل خططي في الملعب الدنيا كان انا بقى اغفر له اقول لا ده يكمل معانا عندنا تصفيات كاس عالم واثق فيه لكن ما فيش شكل خالص انت عندك تصفيات كاس عالم كمان كام شهر خلاص كاس عالم يعني انت كل الناس هتصعد يعني ده 9 ونص يعني عندك 9 مقاعد ونص مقعد يصف في الناحيه الثانيه يعني كده كان المفروض تصعد يعني بس هل السؤال برضو قبل ما انا عشان عايز اتكلم عن الاهلي في اخر 15 دقايق نتكلم فيهم عن النادي الاهلي لكن سؤالنا الاخير في هذا الامر هل حضراتكم مع الاجنبي اذا مشوا فيتوريا ولا مع المصري؟ والله زي ما بلال بيقول احنا كده كده كاس عالم هنصعد لان بالاسلوب اللي موجود بقى ده احنا بنقول لو كده احنا شايفينه ده الله اعلم يبقى مش صعبه والله يبقى يا استاذ جمال يا تصفيات يا امم افريقيا كانت صعبه يبقى مدرب بس هو مدرب موزمبيق هو لعب كام ماتش الفرقه في الفتره اللي جايه بس هل في مدرب مصري كواليفايد انه يمسك منتخب مصر في الوقت الحالي ده كان السؤال اللي بعد كده ما دي كارثه ما دي عايز اقول لك حاجه ما دي اللي قبله كويس قوي كويس قوي ما دي من اخطاء برضو الاداره اللي موجوده ان انت دلوقتي ما عندكش كوادر مدربين ما عندكش اي حاجه ما هي نتيجه هندخل بقى في الاخطاء احنا كل ده بنتكلم برضو على الفرقه الكبيره ومنتخب مصر بعيدا عن كابتن حسام احنا بنتكلم على المنظومه كامله يا جماعه هل بعيدا عن كابتن حسام وكابتن ابراهيم هل في حد تاني يعني كابتن ايهاب جلال خد فرصته كابتن شوقي غريب خد فرصته تمام كابتن حسام حسن يمكن هو يعني خلينا نتكلم بصراحه هو الوحيد اللي ما خدش فرصته اللي ما خدش فرصه انا معلوماتي ان في لعيبه كبيره في المنتخب كانت رافضه الكابتن حسام اوكي ورافض ما عنديش فكره لا ده حصل لا اللعيبه ليه اصلا هم بياخدوا راي اللعيبه يا كابتن مثلا حصل والله ياخدوا راي اللعيبه يرفضوا ما ينفعش اللعيب هو اللي حدد المدرب ولا قبل مش مدرب قبل فتره ما قبل ما يغيروا جهاز فني في توقيت معين كان من المفترض ترشح اسم كابتن حسام كابتن ابراهيم وفي لعيبه جوه المنتخب كبيره رفضت برضه بعيدا عن هذا الامر وبعيدا عن معلومه مؤكده يعني كابتن ابراهيم يعني لو كابتن حسام وكابتن ابراهيم هل في اوبشن تاني معاهم؟ لا مفيش اوبشن تاني صح؟ لا انا شايف مفيش اوبشن تاني هو كمصري مش هينفع غير واحد اجنبي مفيش اوبشن تاني للاسف ما هو انت هتجيب حد محقق نجاحات على المستوى المحلي على الاقل صح؟ صح طب مين اللي محقق نجاحات على المستوى المحلي؟ مفيش ما هو محدش هيحقق بلال لان اللي ماسكين الاهلي مدرب اجنبي الزمالك مدرب اجنبي بيراميدز مدرب اجنبي دول الثلاثه هو كابتن حسام دول الثلاثه الاوائل المنتخب بعد ما مسك النادي الاهلي وخد بطولات كابتن ايهاب جلال حسن شحاته بعد ما نجح في انه يكسب الاهلي والزمالك صحيح خد السوبر وخد صح السوبر والكاس والمقاولين صعد بيه وعامل دلوقتي انديه البطولات ماسكينها مدربين اجانب طب يعني طب ما هو المدربين المصريين هيحققوا انجازات امتى؟ هيحققوا بطولات امتى؟ ما هو مفيش برضه لا بس خد بالك يا كابتن حش معلش الاحقاق ان الحق لما ايهاب جلال نجح مع المقصه تمام لا هو كابتن ايهاب مش مع المقصه فقط ولكن هو نجح البدايه كانت البدايه وجهه نظري ان هو نجح في فرض اسلوب معين على الجميع في اي مكان بيروحه صحيح. وبالتالي كان من الممكن ان تفكر فيه كمدرب للمنتخب بهذا الشكل ما انا بقول لك يا اسلام لما يعني لما نجح ما اقصدش مش بتكلم على طريقه اللعب بتكلم على ان هو عمل انجاز مع فريق يعني انت مش ما كلنا ما نتخيلش ان المقاس يبقى تاني دوري عام تمام ولكنه عمل انجاز فخد فرصه حقيقيه مع المنتخب خد بالك وخد فرصه مع الزمالك برضه بس اخفق مع المنتخب اخفق مع الزمالك الاثنين يبقى انتوا حلتوها دلوقتي ان مفيش غير مدرب الاجنبي حاليا الفتره اللي جايه لازم مدرب اجنبي ويبقى متحدد يا جماعه ايه اللي مطلوب منه حتى لو هتخسر وهتطلع يبقى بس انت عامل
بقول لكم المغرب جالها ضرب جزاء في الدقيقه مين بعت 82 بعت ولا ايه وضيعها حكيم يا ابيض لا يبقى خلاص. طب الجون بتاع جنوب افريقيا في ضربات الجزاء مميزه اه طيب فانا رايي بقى يعني لازم انا تاني كاتب بقى كده لازم نروح لمدير فني بحجم هيرفي رينار راجل مدرب محترم عنده خبرات في افريقيا عنده محدش هيعترض عليه بالمناسبه خلي بالك بندور عليه بقى فتره كبيره لو ما جاش ايه الاوبشن الثاني ما انا دلوقتي انت لازم تحط برضو انا دلوقتي احتمالات وبدائل مش هقول ما وافقش انا بتكلم ان خدوا خطوه وكلموا مع الراجل الاول ما وافقش خلاص شوف بقى انت بتفكر في كيروش هات كيروش بتفكر في اسم من الاسماء الكبيره اللي جربت في افريقيا خد خطوه لكن لازم دلوقتي يا كابتن بلال قبل تصفيات كاس العالم وقبل ما نضيع نقاط مننا تعمل لنا مشكله وتصدر لنا ضغوط في الفتره الجايه لازم يبقى في تحرك سريع عشان ننقذ ما يمكن انقاذه حتى قلنا هنا يا كابتن اسلام تصفيات كاس العالم يا جماعه بتقعد سنتين وثلاث سنين لازم تبقى حاطط في دماغك ان الجيل اللي موجود معاك ده مش هيكمل معاك للاخر في ناس هتتصاب وناس هتبطل كوره وناس كبيره في سن خد ناس صغيره خد كوكا اتصاب خرج طب فين الناس بتاعت المنتخب الاولمبي تاخدها تحتك بس عشان دي اللي هتعتمد عليها بعد كده السنه الجايه في الماتش كان ممكن بعد بطوله كاس الامم الافريقيه ده يعني بص على اربع خمس عناصر لكن الدنيا كلها محتاج لكن مفيش حد من حضراتكم مدير ان فيتوريا يكمل محتاج مدير لا 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 فيتوريا خالص حرام يعني محتاج مدير اداري قوي للمنتخب حد شخصيه قويه يلم الاخطاء الاداريه الكتيره اللي بتحصل المنتخب يبقى في حد مدير اداري للمنتخب قوي موجود مع الراجل انا عايز اقول كمان كلمه برضو يعني اخيره في ما انا بقول لك احنا اتفقنا هنجيب حد ونجيب معاه مدير اداري شخصيه يعني عايز اقول برضو قوي. يعني مؤشر نجاح اي بلد في الـ في الـ في الكوره على مستوى المنتخب الكبير هي منتخبات الناشئين بتاعتها الاولمبي والناشئين انت عندك المنتخبات خلال الفتره اللي فاتت بلال كويس يعني ما فيش يعني زي ما بلال بيقول فين المحترفين يا جماعه احنا بنقابل على مستوى الاولمبي او الشباب او الناشئين يعني حضراتكم بس عشان نقفل الدول كلها اللي بتيجي تلعبنا تلات ارباع الفرق بتاعتها محترفين طيب. نلخص الساعه وشويه اللي فاتوا دول في ان احنا نقول ان احنا حضراتكم مع اقاله فيتوريا ومع مدير فني اجنبي في اسرع وقت ممكن للمنتخب الوطني بحجم ظهور مدرب مصري يعني باختصار عنده خبرات افريقيه برضه وعنده خبرات افريقيه مهمه قوي يعني ده الحل اللي احنا حضراتكم موقفين عليه جميعا ومع اقاله فيتوريا لو فيتوريا ومع اقاله اتحاد اقاله مش هينفع يقيل يجبروا على الاقاله وفيتوريا حصل يجبر على يجبروا على استقالته يعني اتقال لهم استقيلوا يعني استقيلوا يرحمكم الله بالظبط وفيتوريا مع منتخب مصر يمكن ما عملش حاجه غير ان هو حل مشكله الزمالك بتاعت القيد مع سبورت لشبونه يعني هو لو عمل حاجه دي ترقيصه جامده يعني. دي حقيقه يا استاذ جمال لا ده الراجل بيتكلم حقا انا بقول له صح يعني هو من الاول يعني يمكن ده اللي عمل السبورت الفتره الاخيره عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للقادم في اتحاد كره القدم لانه اللي جاي صعب واختيار صعب جدا جدا احنا حضراتكم هنا اربعه من الخبراء في هذا المجال بيؤكدوا لحضراتكم انه يجب ان يتم اقاله فيتوريا وان يكون هناك مدير فني اجنبي بحجم في نفس الوقت برضه مدير فني للاتحاد نفسه بقى ومدير فني للاتحاد وانا شايف كده يعني ده مدير فني مدير فني بس مدير فني بصلاحيات طبعا المشكله ان انت بتجيب مدير فني وما بتسمعش كلامه قعدوا كده هو ده اللي كان منوط بيه بقى كلام عشان اخد عليه ايه الاختيار وعشان اخد عليه المدرب حاطط الكابتن حازم مشرف على المنتخب الاول وحاطط الكابتن بركات مشرف على المنتخب الاولمبي والكابتن ايهاب الكومي مشرف على منتخب 2000 ومش عارف وكان والكابتن جمال الزهيري مثلا على مشرف على مشهور على كاش محتاج مدير فني بقى مش محتاج مدير فني محتاج مدير فني منهم خلاص لا انت ما تعملش ده كله بقى ذو مستوى مدير فني عشان هو راجل بقى اللي عنده خبرات اللي يقدر يحاسب الناس يتابع حتى اول باول اي حد من اللي جاي يعني يبقى فيه كونتاكت مع الراجل اللي ماسك اللي يحدد ايه السياسه يعني يكون عنده خبرات نتمنى ان ده يحصل خلال الايام القادمه لانه المهم جدا جدا بس مش هيحصل على فكره انا اوعدك يعني مش هيحصل يعني هم مكملين بفيتوريا والله هنكمل كده برضو ايه ماشي حالك بالحب ويا جماعه ما تزعلوش لا اتوقع ان يعني الوزير يبقى ليه موقف قوي اتوقع ان في حاله استياء من اللي حصل واتوقع ان يبقى في تغيير يا كابتن اسلام هو يا ريت ما احنا عايزين ده يبقى تدخل في مصلحه خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل ونتمنى ان ما يبقاش خروج المنتخبات العربيه مسكنات ان احنا يعني هو اذا كان المنتخبات العربيه كمان ثلاث واحنا يعني احنا. لا احنا مالناش دعوه بالناس الثانيه لان مصر مش زي الناس الثانيه مصر على مستوى انجازاتها في البطوله دي بالتحديد
قد اكبر من اي حد في الدول دي كلها. ضيف عليها بقى السنغال خرجت يعني بالظبط. هيقعد يقول لك السنغال خرجت يعني ده مش هيبقى ايه مسكن يعني مش مسكنات يعني. ملهاش علاقه مش مسكنات يعني مش مسكنات. عموما نتمنى ان احنا يعني نكون وصلنا مع حضراتكم لشيء معين. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي وماذا بعد في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخيرا كابتن حشيش، كابتن بلال، استاذ جمال، استاذ محمد، الاهلي ومعسكر في الامارات ثم راحه سلبيه 4 ايام. يعني طبعا التفكير اساسا في المعسكر بتاع الامارات كان مفيد جدا بالنسبه للعيبه، عشان طبعا زي ما قلنا قبل كده ان اللعيبه بتبقى احنا كلنا لعيبه وعارفين اللي كان بيحصل لما ما تاخدش منتخب والناس تروح للمنتخب بيبقى فيه ملل وبيبقى فيه زهق الناس اللي موجوده. فكان لازم فعلا علشان اللعيبه ما تزهقش تقطع الروتين ده او تغير القصه انك تطلعهم معسكر خارجي يعني تجدد الطموحات ويغيروا جو، وفي نفس الوقت في معسكر تدريبي. والشق الثاني ان انت واخد كم من اللعيبه الصغيرين اللي هو هتبتدي تفكر مين اللي هيستنى معاك ومين اللي هيمشي ومين اللي هيكمل ومين ممكن تستعين بيه خلال الفترة اللي جاية، انتدابات او تدعيمات كيف يتم الاعتماد عليهم يعني. كيف يتم الاعتماد عليهم واللعيبة اللي تم تدعيم الفرق الكبيرة بيهم شوفهم برضو في ماتشات يعني هي ودية بس برضو مدارس مختلفة وخارج نطاق مصر يعني. فأعتقد ان الراجل كانت فرصة كويسة بالنسبة للعيبة انها توري نفسها للمدير الفني، والمدير الفني يحط عينه على اللعيبة اللي تقدر تكمل معاه. وان شاء الله بقى بعد انضمام اللعيبه بتاعه المنتخب مع الفرقه كان مهم برضو راحه خلال الفتره دي، لان برضو معسكرات وجايين من معسكر طويل شويه ان هو ياخد برضو راحه يقضيها مع اسرته عشان يبدا بقى البطولات ان شاء الله المحليه يعني. بلال، بص الاهلي يعني بيتميز ان عنده اهداف واضحه تمام، وبيعمل كل المستطاع انه يحقق الاهداف اللي موجوده عنده يعني. فكره المعسكر والمباريات الوديه اللي عملها النادي الاهلي للعيبه فكره جيده جدا يعني من وجهه نظري الشخصيه. انت النهارده انت كمدير فني خد بالك تبقى عندك اريحيه بقى تتفرج على اللعيبه بمزاج براحتي تمام. انت عندك اعتقد 6-7 منتخبات من النادي الاهلي او 8 13 منتخب ما شاء الله كلهم يعني. انت عندك في المنتخب الاول كان مسافر 7 راجعين 9 او لا بقوا 8 خلاص ابو جبل وعندك 3 ميرسي وعلي معلول لا انت طبعا عندك 10 اولمبي. انا ما بقاش في موضوع ابو جبل عشان ممكن الناس تاخد الكلمه. لا انا مش قصدي انا حسبتها يعني لكن هنا لا هنا تحديدا لا مفيش حاجه رسميه يعني اتقال عنه الا من خلال النادي الاهلي صحيح المركز الاعلامي او قناه النادي الاهلي صحيح. غير كده استاذ محمد بقى استاذ اسلام خلاص عشان الناس في البنك يعني بغض النظر 8 لعيبه منتخب اول عندك 7 وعندك 3 لعيبه محترفين ادي كده 10 وعندك في منتخب اولمبي حمزه وكوكا اتصاب وكان مش عارف معاه مين تاني برضو فكان عندك عدد كبير مش غير المصابين كان عندك عبد الله وعندك عدد برضه لا باس به في المعسكر تمام. كان ينقص النادي الاهلي من وجهه نظر السنه دي فتره غير جيده من بدايه الموسم يعني. انت النهارده ما عملتش جنوب افريقيا جابت الثاني بالمناسبه وبالتالي خروج المغرب من كاس الامم الافريقيه وفي نفس الوقت بنبارك لبرساو وبنبارك لبرسي تاو كل يوم زي اليو ديانج طبعا اليو ديانج الناحيه الثانيه برضه كسب برضه ليه حاجه واحنا برضه بمناسبه الكراكي احنا برضه مش شاغلين نفسنا بس كتير على المغرب 2 انا مش شاغل نفسي بنتيجه المغرب زي ما الكراكي قال على مصر قال لك انا مش شاغل نفسي بنتيجه مصر ف بنبارك لبرسي تاو احنا شاغلين نفسنا بالجنوب افريقيا بلبرسي تاو يعني بس تاو طبعا تصريحه كان حاجه تخصنا فز شويه لا يعني ماشي تمام احنا متعاطفين مع الشعب المغربي بالظبط احنا بنعشق الشعب المغربي والشعب المغربي بيعشق الشعب بقول لك ماليش دعوه انا بتكلم يعني طبعا. جمال بالماضي جه في مرضه في مؤتمر صحفي قال لك انا ما شفتش مع ان جماهير مصر كانت بتروح تشجع الجزائر قال لك ما شفتش جماهير مصر كانت بتشجعني في الاستاد ما اعرفش برضه قالها ليه يعني الناس كانت متعاطفه معايا فقلبت كل واحد مش راجي طلع بتصريح من الحاجات الفرديه هذه هي البطوله الغريبه او الاغرب كل يوم مفاجاه شكلها رايحه لك كابتن زي ما قلت نيجيريا ف مساعده عملت نيجيريا المفروض بقى الناس دي كلها نراهن اسلام انا ساحل عج هي ممكن ساحل عج على فكره انا شايف ساحل عج بعد ما المدرب الفرنساوي اللي معاهم ده كان مشي الاجنبي اللي كان معاهم مشي
ساحل العكفه فرقه ثانيه خالص، غيره خالص، غيره خالص، غير مجموعات على فكره يعني، بيلعبوا كوره وبقوا حريفه يعني غريبه كده. فريق ممتع قوي، ما ينفعش قوي. فاكر هم عاملين زي فيتوريا يمسك المنتخب الاول؟ فاكر الدنمارك لما كانت بره بطوله اوروبا؟ المنتخب الاول راح خد البطوله، راح خد البطوله، يقود المنتخب الاول في المرحله الجايه مؤقتا. مين؟ ميكالي اللي هو بتاع المؤقتا، يمكن تخصص ناشئين اهو. لا صعب اهو، ولا صعب. وبعدين 2005 كان هيمسك برضه مؤقتا 2005. أيوة. كان هيمسك كل حاجه. يمسكوه بقى الاتحاد. يمسكوه يمسكوه المدير الفني. يمسكوه المدير الفني. منتخب كوت ديفوار شكله يعمل زي منتخب الدنمارك لما كان بره البطوله خالص وبعد كده حصل. وجابوا بره بالمره. وجابوا الدنمارك، جابوا الدنمارك دخلت البطوله وحققت اللقب بتاع اوروبا. فكوت ديفوار بره خالص. لولا جون موزمبيق العجيب الغريب ده اللي عمل قلب البطوله راس العقد. فالحاجات اللي عارف، الاهلي وقطر الطاهر وضربه الجزاء اللي ضاعت والاهلي بعد كده كمل. فانا حاسس ان كوت ديفوار الدنيا ماشيه سالكه معاه خلاص. ماشي يعني الاهلي بسرعه جدا. الاهلي طبعا يعني هو الاهلي بينتهز اولا اي فرصه لالتقاط الانفاس، لان الاهلي مضغوط واخد بالك، وبالتالي اي وقت الدوري بيتوقف او بيبقى في توقف دولي يعني بيبقى مفيد للنادي الاهلي وبيستفيد منه بشكل جيد جدا. وعشان كده بقول انه خلاص هي فتره المعسكر اللي اتعمل ده كان طبعا بالاضافه لكلام الكباتن ان هو فرصه لتجربه العديد من العناصر، وبعد كده هيرجعوا يستعدوا بقى للبطولات القادمه، لاستئناف المشوار باذن الله. انا شايفه كابتن معسكر مفيد جدا. الراجل راجع مبسوط بمستوى اللعيبه الصغيره، راجع مبسوط بمستوى وسام ابو علي اللي انسجم بسرعه مع الفريق. ودي افضل يعني، انا عاجبني التوقيت اللي جه فيه وسام ابو علي، اللي هو جاي فتره توقف طويله ياخد ماتشات وديه، طلع مع الفريق صح. معسكر عامل 2 اسيست وجاب ضربه جزاء اللي هي ضيعها موديست، وبعد كده ضربه جزاء تاني اللي ضيعها رامي. ما موديست ضيع في الماتش الثاني برضه ضربه جزاء، احنا ضيعنا ضربتين الماتش الثاني ما للاسف يعني اللي حصل. المعسكر كان ناجح من وجهه نظري، في لعيبه كتيره برزت زي احمد عبدين مثلا على سبيل المثال في خط الدفاع، اللي هو الولد اللي كان الباك الشمال اللي لعب جامد، حسين ابراهيم. لا ابراهيم سيرد باك ستوب ناحيه الشمال. انا بتكلم على اللي هو الظهير اللي لعب مكان عالي وكان لعيب كويس جدا. شفنا لعيبه كتيره ظهرت بشكل كويس في البطوله. فالراجل راجعين يوم الخميس التمرين الساعه 7، الدوليين هينتظموا طبعا، عادل معلول رجع، فمع الوقت هتبتدي تحضر للفتره الجايه، لان احنا عندنا ارتباطات قويه جدا، هتبدا بشباب بلوزداد، بعد كده عندك استكماله للبطوله، وبعد كده ناس من الزمالك في ناس من الدوليين برضه هيبتدي بسرعه بدري. هيبتدي على طول. في ناس من الدوليين يعتبروا فتره ما لعبوش دلوقتي فتره كبيره. لا بس خلي بالك الاهلي ما قدرش يلعب برضه لانه لسه بيرسي تاني. صح. لا ما انت عندك كاس الرابطه، فمش غير كاس الرابطه. بقول لك مصلحه عشان بعض اللعيبه لعبت في النادي الاهلي في الدوليين، في ناس ما لعبتش خالص زي مثلا كهربا وزي ياسر ابراهيم، وان في ناس ما نزلتش خالص، فبرضه محتاجه انها فرصه انها برضه تاخد وقت انها برضه ترجع لمستواها. يعني انا متفائل يعني الفتره الجايه ان شاء الله شكل الاهلي بقى كويس. تعقيب بس يا كابتن، ناس كتيره بتتكلم على الصفقات او الاهلي. انا شايف الاهلي وجهه نظري اقوى سكواد موجود دلوقتي في مصر ويمكن في افريقيا مع سان داونز. الاهلي شغال بشكل كويس جدا، بيدعم الاماكن، كان في اتجاه لتدعيم الجبل الاسرى بشكل ما حصلش. الراجل قال لك انا عايز علي معلول. الاهلي بياخد قرار او راي مارسيل كولر في الاختيارات او التدعيمات وبيشتغل على الخطه دي. اللي هيحصل ايه في ملف حراسه المرمى ده اللي هيبان خلال 48 ساعه الجايين. لكن انا شايف سكواد النادي الاهلي يعني في لعيبه، ناس بتتكلم على لعيبه في نص الملعب راحت لانديه تانية. انا شايف الاهلي عنده اقوى خط وسط بوجود امام عاشور، مروان عطيه، كوكا، عمرو السوليه، ديانج، قفشه، نيدفيد. يعني عندك مجموعه من اللعيبه مميزه جدا في نص الملعب. عندك لعيبه مميزه جدا دلوقتي في الهجوم، كهربا وموديست ووسام ابو علي، بيرسي تاو، عبد القادر، رضا سليم، حسين الشحات، رجع لك طبعا رضا وعبد القادر. فانا شايف ان حتى على مستوى الدفاع افضل اثنين مساكين في مصر ياسر وعبد المنعم موجودين في الفريق معاهم رامي ربيعه طبعا لو دعمت بعبدين او الولاد الصغيرين. فانا شايف ان احنا الفرقه باستثناء تدعيم دلوقتي الحراسه بسبب اصابه الشناوي وتدعيم الجبهه الاسرى واصرار الراجل ما حدش يخش خلاص مع علي وكريم الدبيس، شايف ان الفرقه بتاعتنا مميزه جدا ومكتمله. لو جابوا او الولاد اللي جم من غانا دول صعدوا حد للفريق الاول
في مركز الظهير الايسر او المهاجم هتبقى اضافه كبيره طبعا مع اللعيبه الموجوده. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا بلال على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن استاذ جمال. شكرا جزيلا استاذ محمد. انا اللي بشكرك كابتن وبشكر طبعا الكباتن والاستاذ جمال. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.